فنانين ندهتهم ندهة الفن، منهم اللي كان ضابط ومنهم اللي كان مكواجي، ده كمان في اللي سابوا شغلهم عشان خاطر الفن، وفي اللي كان نفسهم يشتغلوا حاجة تانية مش هتصدق هم مين، وكان نفسهم كمان يشتغلوا ايه. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، مش كل حاجة نفسنا فيها نقدر نحققها، على قد ما كان ان الفن حلم لفنانين كتير وعشانه سابوا شغلهم الاصلي وراحوا يجربوا حظهم في التمثيل والغنى. في اللي ساب الشرطة عشان الفن، وفي اللي كان المكواجي وساب المكوى عشان الغنى. عندك مثلا الفنان ابو حفيظة، قصدي اكرم حسني، كنت تعرف انه في الاصل كان ضابط شرطة، وقال انه طول عمره وهو صغير بيحب الفن، وكان نفسه ان هو يدخل معهد فنون مسرحية او معهد فنون جميلة، لكن ما جابش مجموع، وكمان والده كان نفسه يشوفه ضابط، فدخل كلية الشرطة واشتغل ضابط قوات خاصة، لكن ندهة الفن ندهته، فساب الشرطة وراح يجرب حظه في الفن، وعشان هو موهوب بقى انجح فنانين جيله. اجابة طبية، انا عايز، انا لو قعدت سمير وعلي مش هيسألوني الاسئلة دي. شابو يا فنان. طيب كان عندك علم ان الفنان اشرف عبد الباقي قبل ما يدخل الوسط الفني كان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل في تركيب الشبابيك ومطابخ الألوميتال، لكنه ما تخلاش عن حلم التمثيل وفعلا قدر يحققه. والرغيف المدعم حجمه قد ايه تقريبا؟ قد كده. عاش يا ابو اشرف يا فنان. طيب حد قالك قبل كده ان الفنان احمد عز كان موديل وكان بيعمل عروض ازياء لحد ما خطفته المخرجه ايناس الدغيتي في فيلم مذكرات مراهقه؟ فرصه سعيده يا نجم. اما بقى الفنانه داليا البحيري كانت اصلا مرشده سياحيه وبعدين موديل كليبات وعارضه ازياء. بدات اعمل اعلانات وبعدين لقيت كلموني مره تعالي في اعلان، لحد ما دخلت عالم الفن وبقت من نجمات الصف الاول. لكل مجتهد نصيب يا داليا. اما بقى شعبان عبد الرحيم الله يرحمه اللي كان بيحب الغنى، عشان كده بقى ساب شغله كمكواجي وراح يغني. رجوله مع دول ودول زعلت ناس وماله الشغل، مش عيب برضه. على الرغم ان الفن ليه سحر خاص والشهره ما تتقاومش، الا انه كان في فنانين كان نفسهم يشتغلوا شغله ثانيه غير الفن، زي الفنانة الجميلة ليلى علوي اللي قالت إنها عمرها ما كانت بتحلم إن هي تكون ممثلة. التمثيل بالنسبة لها كان هواية وكملت معاها، ولو ما كانتش فنانة كانت هتبقى مهندسة ديكور أو طباخة. بحب الطبيخ جداً وحتى كنت فترة بقى جالي حماس كده وأنا صغيرة مش دلوقتي. يا جامدة يا لالا. أما بقى الفنان بيومي فؤاد كان حلمه إن هو صغير إن هو يكون محامي، لكن أخوه طلع هو المحامي وهو بقى اللي ماسك له كل شغله. ولا يهمك يا فنان، في بيتها برضه. أما بقى الفنانة دنيا عبد العزيز اللي دخلت الفن وهي قد كده طفلة صغننة من خلال الفنانة الله يرحمها دلال عبد العزيز، أقنعت والدتها إنها تاخدها وتمثل معاها، لكن دنيا قالت بنفسها إن هي كان نفسها تكون دكتورة أمراض كلى وما حصلش نصيب. بتحصل يا دنيا. أما بقى المطربة بوسي قالت إنها نفسها كانت تطلع رقص لأنها بتحب الرقص بجميع أنواعه. من صغرها اكتر من الغنى. حصل خير يا بوسي. نيجي بقى لكوكب الشرق، ام كلثوم ايقونه الغنى على مستوى العالم كله. قالت قبل كده ان كان نفسها ان هي تكون ممرضه، الفن كان هيخسر كتير يا ست ام كلثوم الله يرحمك. وبس خلاص، ما تنسوش بقى تتابعونا على نجوم الفن عشان يوصل لكم كل جديد.